ولكم عمت عيلكم. ايش بدنا نسوي بالعراق؟ طيب الان خليني خلي بهاي اروح ميناء الفاو. لا بس هاي النقطه حتى نطلع من هاي الدائره. تفضل. الموضوع مو ميناء الفاو، ميناء الفاو بوابه الحرير، ميناء الفاو يمثل المرحله الاولى، ماذا نفعل بميناء الفاو؟ اذا استقبل لنا ملايين الحاويات وين نوديها؟ غير عندنا طرق سريعه وعندنا بلا تحتيه وعندنا مخازن وعندنا جيوبوليتيك وعندنا قصدي شركات ناقله عملاقه دوليه، وبالتالي العراق يربط بتركيا ومن خلال تركيا يربط باوروبا او يربط من خلال يعني سوريا او الاردن حتى يرتبط بالبحر المتوسط. زين احنا اذا ما عندنا خطه استراتيجيه ل 2030 لبعد 10 سنين لما بعد ميناء الفاو شو نسوي؟ طيب خليني اسال هذا السؤال اسئله للسيد السيد الوزير الاسبق. دكتور سلام، فعلا اذا احنا سوينا ميناء الفاو فرضا واعطيناه استثمار وكمل ميناء الفاو 8 مليار 10 مليار وما عندنا لا ربط سككي ولا عندنا طرق جافه، شو نسوي بالميناء؟ والله مثل ما تفضل جنابك والاستاذ ابو فراس، هو اليوم المشكله مو بس مشكله انجاز ميناء، اذا ماكو بنى تحتيه وربط سككي وطرق ومحطات كهرباء ومعدات بحريه وادوات للمناوله وغيرها وكذا، ماكو فائده. مشروع مو مجرد مشروع وانتهى، المشروع متكامل ببناه تحتيه بخدماته بطرقه بربطه. الشركات الصينيه تدري شنو من ضمن الامور اللي قدمتها؟ انه على استعداد انه اغلب الخطوط الملاحيه البحريه الصينيه تجي تنزل بضاعتها في ميناء الفاو. أها. بالتالي انت سويت ميناء وراح تشغل الميناء، عوائد واجور وشركات كبرى راح تدخل الميناء. فلذلك احنا شو نقول؟ نقول اليوم احنا ما عندنا استعداد نسوي ميناء ويكون هذا الميناء فاشل، او يكون هذا الميناء متلكي، او يكون هذا الميناء غير قادر على تقديم خدمات. يعني يا اخوان خلينا نكون واقعيين، احنا ليش نشنج؟ يعني ليش اسال هل وكانه احنا صار في صراع بين كوريا والصين واحنا قسم صيني وقسم كوري؟ احنا نقول يا صح. حكومتنا الرشيده يا وزاره النقل اخذوا وقتكم بدراسه المشروع، الخمس بقرات من المرحله الاولى ما تشغل الميناء، يا اخوان الميناء بحاجه الى محطه كهرباء، الى محطه دعايه ماء، الى خدمات، الى معدات بحريه، الى كثير من الامور، انت مقدم خمس خدمات منها حفر، منها انشاء ارصفه، منها ربط مع قناة خور الزبر وإيلام قصر ومنها طريقة. هذه النقاط الخمسة غير كافية، بحاجة إلى مشاريع أخرى، بحاجة إلى بنى تحتية أخرى، بحاجة إلى خدمات، إلى الكثير من الأمور. فلذلك خلنا نأخذ وقتنا أسبوعين ثلاثة نناقش الموضوع. الأستاذ أبو فراس تفضل جزاه الله الخير يقول كل الحكومات تستعين بخبراها، هسه إحنا خبرة مجانية نعطيكم يعني استشارة، عجبكم حكينا خذوا بي، ما عجبكم حكي روح توكل وقع ويا كوريا ويا اليابان ويا امريكا. زين دكتور سلام، هنا سؤال مهم. هذا المشروع تابعناه منذ بدايته وعندنا الان يعني الكثير من الدراسات وطلعنا على الكثير من الامور. جاي نقول بانه اكو خلل في العرض في عمل الشركه الكوريه، الشركه الكوريه عندها تجربه مريره وياها. كاسر الامواج خمس سنوات اللي انجزتها لانه كل ما تدفع تشتغل، ما تدفع لما تشتغل. الصيني يقول لك انا خلال ثلاث سنوات اشتغل، دفعت لي ما دفعت لي انا مشتغل. لان مصلحتي اليوم انا كدوله عظمى اسمي الصين اربط في العراق او انزل كميناء وكشركات ملاحيه كبيره، لانه عمليه ربط الشرق بالغرب تمر عبر العراق، العراق منطقه ملائمه، موقع جغرافي متميز، موقع استراتيجي. طيب لديه دكتور خلي ابقى دكتور سلام، خليني ابقى بنظريه دكتور سلام، مصلحه الصين الاقتصاديه دكتور سلام، بس خليني ابقى بقضيه مهمه اذا تسمح لي عبر العراق هذا الامر ترى دكتور